التغير المناخي يلقي بتبعاته على كثير من دول العالم، لا سيما في باكستان، حيث قال مسؤولون إن رجال الإنقاذ قاموا بإجلاء ما يزيد على 100,000 شخص من مناطق أغرقتها الفيضانات في إقليم البنجاب شرقي البلاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. تفاصيل ما جرى نتعرف عليها أكثر طبعا مع مراسلنا من إسلام أباد براء هلال. براء، أهلا بك. يعني ما حجم الأضرار التي خلفتها هذه الفيضانات حتى الآن، وكيف تبدو الجهود الحكومية لإنقاذ من تبقى؟ نعم، بالنسبة لهذا الفيضان فإن الحكومة ألقت باللائمة على الهند بأنها هي التي فتحت مياه سهل السدود المقام على نهر سوت ليج الذي ينبع من الهند ويمر في باكستان في إقليم البنجاب الباكستاني. إقليم البنجاب هو أكثر الأقاليم الباكستانية سكانا، يضم أكثر من نصف سكان البلاد، وتعبر فيه خمس أنهار ضخمة رئيسية، منها نهر سوت ليج ونهر الراوي والذي هو أيضا يواجه خطر الفيضانات. أكثر من 72 قرية في هذا الأسبوع المنصرم تعرضت لفيضان ضخم جراء فتح السدود الهندية. تم إجلاء ما يقارب من 100,000 من منازلهم. كان هناك أكثر من 23,000 متضرر بشكل مباشر، تم نقلهم إلى مخيمات إيواء في المدن الكبيرة في بهاول نجر وفي فيهاري وفي ملتان وفي أوكارا ومدينة قصور. مدينة قصور كانت هذه أكثر المدن التي تضررت فيها القرى وتضررت فيها حقول الفلاحين. الجهود الإغاثية كما أعلنت حكومة البنجاب التي يرأسها رئيس الوزراء المؤقت محسن نقوي بأنها تضمنت حوالي 20,000 سلة إغاثية تم توزيعها على هؤلاء المتضررين، وأنه سيتم في الأيام القادمة محاولة إصلاح الأراضي التي تعرضت للضرر ومحاولة إعادة من يمكن إعادته إلى الأراضي بعد انخفاض منسوب المياه في نهر سوت ليج. الأمطار الموسمية هذا العام كانت أضرارها أخف بكثير من العام الماضي، ولكنها ما زالت تمثل خطرا محدقا. وولاية البنجاب أو إقليم البنجاب الباكستاني أصدر إنذارا للمدن الكبرى وخاصة مدينة ملتان والتي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة ومدينة بهاولبور بأنها معرضة للفيضانات، ونصحت الفلاحين والأهالي بالاستعداد لما يشبه الفيضان الذي حصل في العام الماضي، وقامت مخيمات إغاثة مبدئية بحيث يتم إجلاء النازحين إليها أو من يتوقع نزوحهم في الأيام المقبلة بسبب توقع وتنبؤات من قبل هيئة الأرصاد الجوية بأن تكون هناك أمطار غزيرة خلال المرحلة المقبلة. إذن نحن الآن أمام حوالي 100,000 نازح من بلادهم، يتوقع أن يعود منهم قرابة 60,000، فيما تبقى 23,000 منهم هؤلاء فقدوا أراضيهم وفقدوا دورهم بسبب غمرها بالمياه رغم تراجع مستوى منسوب المياه في نهر سوت ليج الذي تعرض للفيضان بعد إطلاق آلاف الجالونات من المياه في هذا النهر من قبل السلطات الهندية حتى لا يحدث الفيضان على الجانب الهندي كما تقول حكومة البنجاب. براء هلال من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.